بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية اللي عندها يعني أمن كوني، يعني دولة عندها يعني أساطيل تقريبا في كل بحار ومحيطات العالم، بتعتبر منطقة بحر الصين الجنوبي مهمة استراتيجية بالنسبة لها، زي ما بنتكلم عن منطقة الحرب البحر الكاريبي مثلا أو البحر الأبيض المتوسط. في كل هذه الأماكن الولايات المتحدة بتنظر للكون، بمعنى للكرة الأرضية باعتبارها مجال تأمين. هل تأمين هذا الوضع في الشرق الأوسط يساوي قد إيه من التأمين في الصين، أو يساوي قد إيه في حلف الأطلنطي؟ صعب إن هو يتحدد بأرقام.